بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في شرح الميكروبيولوجي and infection control، اللي هو الميكروبيولوجي والتحكم في العدوى. Chapter 1 Introduction to Microbiology and Classification of Microorganisms، يعني اللي هي مقدمة بتاعت الميكروبيولوجي والتقسيمة بتاعت الكائنات الحية الدقيقة. Microorganisms يعني اللي هي الكائنات الحية الدقيقة اللي حوالينا في الانفايرمنت او في البيئة اللي حوالينا. Living organisms الكائنات الحية زي البكتيريا والفانجس والفيروسز، يعني البكتيريا والفطريات والفيروسات هي بتبقى too small to be seen with naked eye، يعني بقى صغيرة قوي بحيث ان انا مقدرش اشوفها بالعين المجردة، but visible under microscope، لكن هي مرئية تحت الميكروسكوب. الكائنات الحية الدقيقة دي ممكن تكون maybe unicellular or multicellular، يعني ممكن تكون أحادية الخلية أو متعددة الخلايا. can be useful or harmful، ممكن تكون مفيدة أو ضارة. classification of microorganisms، نقدر نقسم الكائنات الحية الدقيقة دي لفايف ميجور جروبس اوف مايكرو اورجانيزم، لخمس مجموعات رئيسية من الكائنات الحية الدقيقة، اللي هي البكتيريا والألجي اللي هي الطحالب، الفانجاي اللي هي الفطريات، البروتوزوا اللي هي الكائنات الحية الأولية، and the viruses اللي هي الفيروسات. Less than 1% of known microorganisms cause disease. أقل من 1% من الكائنات الحية الدقيقة دي بتسبب لنا مرض. 99% بيبقوا مفيدين ليا في البيئة اللي حواليا. طيب، types of microbes. إحنا بنقول أنواع الميكروبات اللي هي بتبقى cellular أو acellular. cellular يعني فيها cell زي البروكاريوت واليوكاريوت. الأسيلولر زي الفيروسز. هنبتدي نتكلم عن البروكاريوتيك سيل ستراكشر. بروكاريوتيك يعني ايه بروكاريوتيك؟ يعني هي سيل ما فيهاش نوايا حقيقيه. يبقى بروكاريوتيك سيل ستراكشر بتتكون من سيل انفلوب، و السيل انفلوب يعني بيحيط بالخليه، والسيتوبلازم الداخلي. السيل انفلوب اللي هو الغلاف الخارجي بتاع الخليه بيتكون من it is external layers that includes the cytoplasm، يعني الطبقه الخارجيه اللي بتحيط بالسيتوبلازم، وهي عباره عن كبسول سيل وول سيتوبلازميك ميمبرين، يعني ثلاث طبقات. Also the bacterial cell may have hair like appendages of two kinds flagella و pili، يعني الخلية برضو بيبقى طالع من الكبسول بتاعتها او من السيل وول بتاعتها بيطلع زوائد، يعني فيها شعر او زوائد نوعين، اهداب او اصوات وشعيرات. السيتوبلازم والانتراسيلر اورجانيلز، احنا قلنا السيل بتتكون من الانفلوب والسيتوبلازم. السيتوبلازم فيه السيتوبلازم والنيوكليويد والريبوزومز. نبتدي نتكلم الاول عن انفلوب اللي هو بيتكون من سيل وول. السيل وول دي اللي هي thick rigid layer is responsible for shape of the bacterial cell، يا اما بيديها شكل spherical او rod like او spiral. يبقى السيل وول او جدار الخليه عباره عن طبقه صلبه سميكه مسؤوله عن شكل الخلية البكتيرية. بعد كده في عندي السيل ممبرين اللي هو غشاء الخلية، هو بيبقى it is thin membrane that encloses the cytoplasm، يعني غشاء رقيق بيحيط بالسيتوبلازم. الفانكشنز بتاعت السيل ممبرين ليها ثلاث وظائف رئيسية. أول حاجة to regulate transport، يعني بتنظم التنقل، that is the passage of nutrients into cell and the discharge of wastes، يعني بتنظم التنقل بتاع تسمح بمرور المغذيات داخل الخلية
وتتخلص من الفضلات. تاني وظيفة للسيل ممبرين اللي هي الانزيم سكريشن. انزيم سكريشن اللي هي the enzymes of respiration are located at the cell membrane اللي هو الانزيمات بتاعة التنفس موجودة على الغشاء بتاع الخلية. في macro molecules زي carbohydrates والproteins وفات cannot permeate through the cell membrane. The enzyme is needed to break the macro molecules. يعني في عندنا كمان ان في لا يمكن ان الجزيئات الكبيرة دي انها تتخلل الغشاء بتدخل من خلال الغشاء ده. ففي هناك بيبقى في انزيمات لكسر هذه الجزيئات الكبيرة بتحولها الى جزيئات صغيرة علشان تقدر تسمح لها بالدخول داخل الخلية. بعد كده احنا عندنا بقى الزوائد اللي بتطلع من السيل ممبرين اللي هي الفلاجيلا. الفلاجيلا دي اللي هي عبارة عن long filaments that enable bacteria to move. يعني هي أهداب، هي عبارة عن الأهداب دي عبارة عن شعيرات طويلة بتخلي بتعطي للبكتيريا القدرة على الحركة. في pili أو pili اللي هي عبارة عن thin hair like appendages شعيرات رفيعة على السطح بتاع الخلية البكتيرية. They function as adhesion organs. شغلتها انها بنقول عليها اعضاء تلاصق علشان تخلي الخلية نفسها تمسك في الخلايا اللي حواليها. يعني to attach the bacterial cell to the surface of the host cell. يعني تخلي البكتيريال سيل تلزق في الخلية بتاعت العائل. بعد كده عندنا السيتوبلازم. السيتوبلازم اللي هو عبارة عن complex fluid mixture. السيتوبلازم اللي هو complex fluid mixture عبارة عن سائل مخاطي بيحتوي على مزيج من الكربوهيدرات 80% مية و contains lipids, carbohydrates, ions and enzymes. يعني بيحتوي على كل الانزيمات، كل حاجة موجودة في الخلية، 80% مية، دهون، كربوهيدراتس، ايونات، انزيمات، نيوكليويد، ريبوزوم، حبيبات اللي هي انكلوجن جرانيولز، حبيبات. بعد كده كل ده suspended معلق و embedded in this fluid، معلق ومدمج في السيتوبلازم او في السائل ده. النيوكليويد اللي هي النوية. النيوكليويد اللي هي بتبقى الكروموزومز، عندنا كروماتين بوديز او اجسام كروماتين اللي هي بتحمل الهيريديتري ماتيريال اوف بكتيريا، بتحمل المواد الوراثيه بتاعت البكتيريا. اكزيست ان ذا فورم اوف سنجل سيركولار ستراند اوف دي ان اي. هي موجوده على شكل شريط دائري واحد من الحمض النووي، بتبقى ملفوفه حوالين بعضها وتبقى موجودة في جزء من الايه، بتعمل جسم كروماتين او كروموسوم بكتيري. البكتيريا دي ما بيبقاش فيها نواة. احنا قلنا قبل كده ان البروكاريوتيك ما فيهاش نواة، يعني by the definition bacteria do not have a nucleus. That is their DNA is not enclosed by a nuclear membrane. يعني ما فيهاش نواة، ومش يعني الحمض النووي بتاعها مش ملفوف او مش موجود محاط ب غشاء نووي، لكن هي موجودة كشريط واحد من الدي ان ايه ملفوف حوالين بعضه في شكل الكروماتين بودي او النيوكليويد. سابع حاجة في المكونات بتاعة الخلية اللي هي الرايبوزومز. الرايبوزومز اللي هي البكتيريا سيل contains thousands of tiny discrete units. يعني بكتيريال سيل بتحتوي على الافات من اللي هي الحبيبات او وحدات منفصله. حبيبات منفصله ورفيعه بنسميها الرايبوزومز. الرايبوزومز دي اللي هي المصدر او المكان اللي بيحصل فيه البروتين سينثيسز،
يعني تصنيع البروتينات، يبقى هي المصنع اللي موجود علشان نصنع فيه البروتينات. بعد كده عندنا الاندوسبور اللي هي only certain cell bacterial cell have endospores، من انواع بسيطة قوي من البكتيريا موجودة بتعمل اندوسبور، يعني بتعمل نفسها حوصلة او تعمل نفسها تبذر او بذرة جواها. This type of bacteria is called an endospore because it is produced inside the cell. بنسميها اندوسبور لانها بتتكون داخل الخلية. هي it is inactive form، يعني شكل من البكتيريا اللي هو بيبقى غير نشط، فعشان كده بنسميه dormant cell. Which can survive and allow the organism to resist adverse environmental conditions، يعني هي بتعيش كده هو عشان تسمح للميكروب للبكتيريا انها تقاوم resist adverse environmental conditions، تقاوم ظروف البيئة الغير مناسبة. Which is not suitable for the bacteria to be reproductive، يعني اللي بتخلي البكتيريا لا تستطيع التكاثر. فلما تكون ظروف البيئة مش مناسبة بتعمل اندوسبور وتفضل قاعدة دورمنت سنين لغاية لما الظروف تتحسن وايه تقدر انها تعين الحوصلة دي وتقدر يحصل لها جروث ومالتبليكيشن، يعني تقدر تتكاثر بعد كده. ايه الاكزامبل بتاع ظروف البيئة المش مناسبة؟ اللي هي دراينج، الجفاف، هاي تمبريتشر، حرارة عالية، بكتيري سيدال ايجنتس، الترا فايلوت لايت. بكتيري سيدال ايجنتس يعني حاجات بتموت البكتيريا، المطهرات مثلا، الالترا فايلوت لايت، الاشعة فوق بنفسجية، نيوتريشنال ديبريفيشن، النقص الطعام او الحرمان من الطعام. دي شكل الخلية البكتيرية واللي فيها السيل وول وحواليها الـ سوري جوه السيل ممبرين وبره السيل وول وحواليها الكبسول، ومش كل البكتيريا عندها كبسول. هنا الريبرودكشن بتاع البكتيريا. البكتيريا ممكن تكون ان هي الريبرودكشن بتاعها بالبيناري فيجن، يعني كل سيل بتديني تو سيلز، كل واحدة بتشبه الأم في كل الكاركترز بتاعتها. يعني ده البيناري فيجن اللي بيحصل من السيل، بتعمل دوبليكيشن للكونتنتس بتاعتها وبعد كده يحصل ايج من الطرف وكل سيل تنقسم لاثنين، فالواحدة بتدي اثنين وبعدين اربعة تمانية ستاشر وتبقى. تاني نوع من المايكرو اورجانيزم اللي هي الفيروسز. الفيروسز are the smallest microorganisms known to be infective agents، يعني أصغر كائن حي موجود، أصغر من البكتيريا، أصغر من كل كائنات الميكروأورجانيزم. They vary in size between 10 to 300 nanometer، بتختلف في الحجم بتاعها من 10 ل 300 نانومتر. Being visible only under electric microscope، ما اقدرش اشوفها بالاوردينري مايكروسكوب زي البكتيريا، لازم بالالكترون مايكروسكوب عشان هي حجمها صغير قوي قوي. They are ultra microscopic، يعني صغيرين قوي. Obligate intracellular parasite، يعني هي اجباري لازم هي متطفله داخل الخليه، مش هيحصل لها تكاثر بره، يعني بتعملي انفكشن بس لو كان جوه الخليه. Contain only one type of nucleic acid، either DNA او RNA، يعني هي بتحتوي على نوع واحد بس من الحامض النووي، يا RNA يا DNA، يعني زي ما احنا عارفين طبعا هيباتيتس بي بتبقى DNA، هيباتيتس اي بتبقى RNA، كلهم كده هو، لكن ما تجيش مثلا نقول سيل DNA وسيل RNA، يعني نفس النوع بيبقى عنده نوع واحد بس من الحامض النووي. هي بتبقى surrounded ببروتين كوت to protect it from adverse environmental conditions، عليها غلاف خارجي من البروتين عشان تحميها من البيئة الخارجية. Possess no enzymatic energy producing system and no protein synthesis apparatus، هي خلية بدائية قوي ما عندهاش أي حاجة في الجهة طاقة ولا تخلق بيها حاجة، فعشان كده هي بتعتمد على إنها تدخل جوه الخلية بتاعت الهوست وتاخد كل الغذاء وتاخد الانرجي منه. And the force infected host cells to synthesize virus particle، هي بتسخر
الانفكتد سيل هوست سيل انها تكون لها كل الغذاء. اخر حاجه في المايكرو اورجانيزمز اللي هي الفانجاي. الفانجاي اللي هي الفطريات هي يوكاريوتك سيلز. يعني ايه يوكاريوتك؟ يعني عندها ترو نيوكليس، بعكس البكتيريا. البكتيريا بروكاريوتك، ما عندهاش نيوكليس، ما عندهاش نواه. هي موست فانجاي ار مالتي سيلولر، هنا متعدده الخلايا. البكتيريا يوني سيلولر. الفانجاي اوبتين نيوتريانس باي ابزوربينج اورجانيك ماتيريال فروم ذير انفايرمنت. الفانجس زي ما احنا عارفين في موجوده على البيئه، على العيش، على الفطر، موجود على العيش، كل ده بياخد بيعتمد على انه بيحصل على الغذاء بتاعه من البيئه اللي حواليه، بيمتص الغذاء من البيئه اللي حواليه.